الحسيني. عبد الرحمن تفضل. شكرا لك فيصل. الأستاذ لطيف الحسيني مدرب اللياقة سمو الهلال، خشينا عليه عرض يعني في أثناء المكالمة. كابتن عبد اللطيف، انتهى شوط المباراة الأول في مهرجان اعتزال، الجماعة يقولون وخروا شوي عشان في دبابات عندهم. كابتن عبد اللطيف، ماذا تقول في هذه المناسبة باختصار كابتن؟ طبعا أول شيء يعني هذه المناسبة حقيقة عظيمة أن نشارك في نادي الشعلب بالذات في اعتزال لاعب كبير ولاعب خلوق حقيقة إبراهيم الجوير. أنا أتشرف بأني دربت هذا اللاعب اللي حقيقة يتمتع بمواصفات اللاعب المحترف الحقيقي. حقيقة احنا يعني في نادي الهلال يعني نتشرف بأن نجي نلعب مع نادي الشعلب في الاحتفاء بهذا النجم اللي سبق أن خدم نادي الهلال. وهي إعداد لنادي الهلال في ذات التوقيت هذه المباراة؟ ما في شك، يعني أنت شفت مجموعة من اللاعبين الصغار، إحنا معطينهم الفرصة أنهم يلعبون في المباراة هذه وحتى يرونهم الجمهور، وإن شاء الله أنهم إن شاء الله في المستقبل في المباريات القادمة أنهم يكونون دعم رئيسية في نادي الهلال إن شاء الله. شكرا لك. شكرا كابتن عبد اللطيف حسيني مدرب اللياقة في صفوف فريق نادي الهلال.